دلوقتي جه ميعادنا مع فقره السوشيال لاب، وزي ما انتم عارفين اننا في الفقره دي بنعمل جوله سريعه في اكونتس فنان من الفنانين ونعرف هو بيعمل ايه على السوشيال ميديا. مفترق طرق، واللي بيشاركها في البطوله كل من اياد نصار، ماجد المصري، جمانه مراد وغيرهم من النجوم، والعمل من اخراج احمد خالد موسى، وهو يعتبر النسخه العربيه من المسلسل العالمي The Good Wife. اكتشفنا انها مهتمه جدا بالانستغرام ومتفاعله قوي عليه، ولقينا عدد الفولورز بتوعها 3,600,000 فولور، وهي بتتابع 1,297 اكونت بس، ونشرت لحد دلوقتي اكتر من 1,000 بوست ما بين صوره وفيديو. طبعا اكونت هند صبري زي كل اكونتس الفنانين عليه صور من اعمالها وكل الشخصيات اللي مثلتها. اللي متابع هند صبري كويس هيعرف انها دايما ليها اختياراتها في ستايل فساتينها في المهرجانات الفنيه، ودايما كل اللوك بيختلف عن التاني. هند صبري بتحب جدا من فتره للتانيه تنشر فوتو سيشنز مختلفه، ولما دورنا عندها لقينا انها ناشره اكتر من 40 صوره ضمن فوتو سيشنز متنوعه. هنلاقي برضو انها دايما بتهتم بصحتها ولياقتها، وبتحب تلعب رياضه جدا، وبتنشر صور وفيديوز دايما ليها وهي بتمارس الرياضه. وبعد ما خلصنا جولتنا في الانستجرام بتاع هند صبري، تعالوا بقى نروح نشوف التيك توك، واللي هنلاقي فيه ان هند عندها اكتر من 900,000 متابع، اما هي فبتتابع 61 اكونت بس، ولحد دلوقتي هند محققه 2,700,000 لايك.